السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. ما زلنا في سلسلة الحديث عن حقيقة السحر. في هذه الحلقة سوف نتكلم عن العلاقة بين السحر والغيب والقدر. لا شك أن ادعاء علم الغيب وتعاطي الأخبار عن المستقبل ومحاولة معرفة الأسرار، كل هذا من الكهانة التي تخرج صاحبها من الملة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترقي السمع، ومسترقي السمع هكذا بعضه فوق بعض، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء، هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب أن تعلم أنه ليس هناك دورة تعليمية تؤهل العبد لمعرفة الغيب، وإنما هو السحر ودجل وأمثال هؤلاء الذي يأتيهم ويصدقهم معتقدا علمهم بالغيب، فإنه يكفر كفرا مخرجا من الملة بلا خلاف، وذلك لإشراكه بهم مع الله في علم الغيب الذي استأثر به لنفسه. ومن أتاهم لمجرد السؤال ولم يصدقهم فهذا لم يكفر، لكنه ارتكب كبيرا من الكبائر، وقد يحرم ثواب صلاته 40 يوما زجرا على معصيته. يجب أن تعلم أن الشياطين يكذبون مع الكلمة الواحدة التي يسمعونها 100 كذبة، ويصدقهم الناس في كل ما يقولون بسبب هذه الكلمة التي يسمعوها من السماء. يقول المولى عز وجل: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. أما علم الغيب فهو من خصائص الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه إلا الله. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ويقول المولى عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فمن ادعى أنه يعلم الغيب فهو كذاب أشر، وهو ساحر وكاهن. ويجب أن تعلم أن السحر لا يغير ما قضاه الله تعالى وقدره للإنسان، بل السحر نفسه من جملة قضاء الله وقدره، فمن أصابه السحر فإن إصابته بالسحر مما قضاه الله تعالى وقدره، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. أن قضاء الله تعالى نوعان: قضاء مبروم وهو القدر الأزلي المكتوب في أم الكتاب الذي لا يتغير ولا يتبدل، وقضاء معلق وهو الذي في صحف الملائكة، وهذا يمحى ويثبت بحسب الأسباب التي يتعلق بها. فإنه يقال: اكتبوا رزق فلان أو عمره، إن تصدق كذا وإن لم يتصدق كذا. وفي علم الله وقدره الأزلي أنه يتصدق أو لا يتصدق، وهذا النوع من القدر فسر به قوله تعالى: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وبه يفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. فيجب أن تعلم، ولكي لا يستشكل عليك الأمر، فهذه هي الفوارق ما بين سحر وعلم الغيب وما كتبه الله سبحانه وتعالى في قضاء الله وقدره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.